السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا حجي؟ الحمد لله. الحمد لله. لأنه الرب راضي، إن شاء الله أنه راضي علي. إن شاء الله. لأنه أنا عمري بس 80. أي والله. شو بتسوي هون يا حجي؟ والله بلقط مثل يوم ألقى هجيمات مشان أبيحن وآكل خبز، ويوم ألقى خبز طري والله باخذه. والله صار لي 10 سنوات ما اشتريت رغيف الخبز، يمكن اشتريته 3 مرات بهالحياة. ليش حاجي؟ ما في مصاري. انت شو راتب. اردني ولا سوري ولا اردني؟ اردني. ها أردني. هذا شو اللي معك؟ والله افتح الكيس شوف. والله يوم القى هجيمات ويلقى يوم القى شيء يوفقك الله ان شاء الله وييسر طريقك. الله يا رب انه ييسر امرك يا حجي. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.